برامج تأهيل المقبلين على الزواج دكتور خالد والسادة المشاهدين، من خلال 10 سنوات في جمعية وئام للتنمية الأسرية من خلال آلاف الشباب والفتيات الذين حضروا هذه البرامج، وجدنا بأن لها دور كبير جدا في خفض نسبة الطلاق. هذه النتيجة أنا لا أريد أحد أن يسلم بها الآن لأني سأثبتها إن شاء الله، ولكن أقول هذا من الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع. وزارة العدل، المجتمع، المحاكم، المحامين، الأسر تئن من قضية الطلاق وما يشاع أنها تزيد. لكن لو قلنا بأن الطلاق لا يزيد في المجتمع، هل هذا يرضينا؟ هل نحن مقتنعون؟ وسيأتي معنا بعد قليل بعض إحصاءات الطلاق في المملكة وأنها بعشرات الآلاف. يعني لا يلزم أن قضية برامج المقبلين على الزواج مرتبطة بحالات الطلاق؟ لا، هي مؤثرة في حالات الطلاق كما سيأتي معنا جزما. نعم. ولكن أيضا لو كانت الأمور مستقرة أنتم ترون بأن قضية برامج مهمة ومهمة جدا. نعم. Thank you.